بحال اذا عندك كشاف او ريمود وما في بطاريات اخواني كيف نشغله؟ لاحظوا اخواني لو بنضغط عليه من الاسفل مش راضي يشتغل. طيب بدنا نفتحه اخواني ونشوف شو المشكله. طبعا اخواني في هذا بيجي فيه ثلاث بطاريات، لكن هون اخواني في نقص بطاريه، بحال اذا في نقص مستحيل يشتغل، طبعا زيه زي الريموت. طيب الحل بسيط جدا اخواني، بنجيب قطعه قزدير زي ما انتم شايفين وبدنا نثنيها بشكل دائري، يعني زي كانها بطاريه، نلفها زي هيك اخواني، نبلش نلف فيها بشكل دائري. طبعا اخواني زي ما انتم شايفين بعد ما ثنيتها بشكل دائري اللي هي قطعه القزدير، باجي بقيس اخواني المساحه اللي هون تقريبا قديش على حجم البطاريه وبقص قطعه القزدير. بقصها، ما علي اخواني الا اشبك قطعه القزدير بالخط السالب للموجب، يعني زي هيك، وبدخلها هون. طبعا شو ميزت اخواني القزدير؟ انه بوصل اخواني التيار الكهربائي بين السالب والموجب. خلينا نشبكه امام اعينكم عشان ما يقول لي حدا عملت اي شيء، زي ما انتم شايفين هيك، وهي بدي احط الغطاء ولاحظوا هي بلش يشتغل. يعني انا وصلت اخواني الكشاف اعطيته باعتبار بطاريه جديده، لاحظوا هي بيشتغل وبفصل، بيشتغل وبفصل. طبعا انا حاط ايدي عشان يبين معكم الاضاءه زي ما انتم شايفين، لانه على الكاميرا راح يعطي عذرا فوكس زي ما انتم شايفين. طبعا اخواني هاي الفكره راح نقدر نستخدمها كمان بحال اذا عندنا ريموت زي هيك وما عندنا بطاريه ثانيه ومضطرين انه مثلا بدنا نشغله، ما عليك الا تجيب زي ما حكيت لكم اخواني قطعه قزدير وتحطها، يعني